عليكم المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ما نطولش عليكم الفيديو. اليوم هنا جيتكم بواحد الوصفه اللي رائعه رائعه وصحيه بزاف وبزاف البنات، وجربوها كاملين هاد الوصفه، راها غزاله هاد الوصفه. انا غدا نقول لكم المقادير ديالها. عندي هنا الحوت، غدا ندير لكم الشربه ديال البلبولات الشعير بالحوت. هذا عندي دابا هنا الحوت إفيلي، هذا ما فيه لا عظم لا والو، ما فيه حتى شي، هانتوما كتشوفوا مصاوب مقطع كلشي، وخليته صين لان بغيت نرميه بحال هكا مع هو دابا غير اللحم باش ما يذوبش ليا، باش ما يذوبش ليا مع الطياب وداكشي. وعندي هنا الثومه، هنا عندي الكرافس، هادو عريشات دوك البيضين ديال الكرافس زوينين. هنا عندي المعدنوس، المعدنوس غادا ندير النص مع الكرافس ونطحنو، والنص نقطعوه ونخليوه للتزيين. هنا عندنا البصله، وهنا عندي واحد ثلاثه المعالق ديال لاصوص طوماط. وهنا غادا نوريكم هادي عندي البلبوله رقيقه، البلبوله رقيقه ديال الشعير، وانا فزقتها في الماء، فزقاها في الماء. وعندي زيت العود، وفليقه ما غادا تكون غير الملح وشويه البزار والخرقوم، هادشي اللي غادي يكون ديال فيها. تابعوني غنجيب الطنجره ونجي. السلام البنات، انا رجعت معكم. انا طحنت البصله والثومه، دابا شنو غنزيد عليهم؟ غادا نزيد عليهم الزيت، زيت العود، وغادا نزيد عليهم شويه ديال الملح باش يطيحوا ويتحمروا ليا مزيان. وغادا نرجع معكم مرحله بمرحله، خاصكم اللي غادي المطيشه ما نديرهاش دابا حتى تقلى ليا مطيشه والزيت والثومه والملح. من بعد عاد غادا ندير المطيشه ديال هاد المطيشه تقلى حتى هي، وغادا نرجع معكم ملي تكون في الطنجره تشوفوها كيفاش. انا البنات هنا طحنت المعدنوس وطحنت الكرافس، دابا غادا ندير شويه البزار، ماشي بزاف غير شويه، ما تكثروش. ها انت البزار ديال هاد الخرقوم، ها انتو دابا هادو غادا نخلطهم ملي غادا تقلى مطيشه مزيان عاد غادا نرميهم ونروي بالماء. انا تابعوني وغادا نوريكم. انتوما البنات خاص البصله تقلى مزيان بحال هكا. دابا انا غادا نسيب عليها هاد لاصوص طوماط، وغادا ثاني نخليها حتى تطيب مزيان، وغادا نرجع معكم نوريكم كيفاش ولات. عاد باش غادا ندير هذاك الخضر اللي عندي، يعني ساهله وصحيه وزوينه. هذه راه غزاله هاد الشربه اللي درت معكم اليوم من داك الشيء. هذا بقاو ديروها ديما في العشاء، ودار تقدر ديروها بحال هكا يا لونطري ديال لي بلا، راها زوينه البنات هاد الوصفه هذه. وتابعونا. السلام مشاهدينا، دايرين الاخوات؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. هو دابا خالتي هنايا راه الوات، دارت مطاش ديال الماء، غادا تزيد عاوتاني شويه، ودارت هذيك الكرافس والمعدنوس اللي دارت عليهم العطريه اللي وراتكم، هذاك الشيء اللي دارت حتى تقلات مطيشه مزيان. صافي دابا غتزيد عاوتاني واحد شويه، يطلع الزيت تقلى مطيشه. قالت لكم الشاف عايشه تيطلع الزيت، تيطلع الزيت باش المطيشه كتجيكم ما تبقاش فيها الحموضه، كتولي كتجيكم زوينه، لي صوص ديالكم كيجيو لذاذ. صافي، وزادت هذوك الكرافس، ودابا غادا كنطيبو ثاني شويه ديال الماء، غتزيد عاوتاني طرو وتخليه حتى يطيب مزيان. ومن بعد ملي تبغي دير البلبوله غنرجعو معاكم باش توريكم. تابعونا انتما الاخوات. خالتي دابا راها ملي غلات، الطنجره مزيان، زادت البلبوله ديال الشعير. ها حاولوا ما تكثروش باش ما تحتاجش ليكم، راكم عارفين البنات القياس، كل وحده القياس ديالها كتبغي ديروه. جربوها هاد لاسوب هادي راه كتجي هاد الشربه فن بزاف، ما نقولش ليكم كتجي رائعه تلذيذه، كتشربوها بحال هكا مع الحم. معكم بزاف الشربات، تبدلوا بها الشربات اللي كديروا، الحريره، الحسوه، هذه راه كتجي فن 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 بزاف. وديروها باي حوت خصكم غير تحيدوا ليه الجلده وما يكونش فيه الشوك العظام، صافي وديروا كيبنن لكم هذه الشربه. نتمنى تجربوها، نتمنى تعجبكم،
تابعونا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا كلشي المراحل. سلام مشاهدينا، حنا رجعنا معكم. اللي طابت لنا الشوربه ديالنا كتجي رائعه بزاف زوينه، جربوها. الشوربه ديال الشعير بالحوت وديروا لها بحال هكا شويه المعدنوس، صحيه وسخونه في هذا البرد وكتطلع المناعه. ورافقوها رافقنا واحد شويه ديال الديسير، عارفين دابا كاينه الفاكهه الموسميه خاصها تتكال في الوقت ديالها، شويه ديال الليمون الكيوي الكاكي هذا هو الوقت ديالو. نتمنى تجربوها، كتجي زوينه بزاف، كتجي غزاله. انا غادي نوريها لكم من الداخل، صحيه ما نقولش لكم شحال كتجي بنينه هاد لاصوب، كتجي زوينه زوينه بزاف. جربوها وردوا علينا الخبار، زعما كنشارك معكم الوصفات اللي ديما حنا كنديروهم ورائعين وزوينين. نتمنى تكونوا كتجربوا هاد لي غوسات اللي كنبارطاجيو معكم. اللي شاف الفيديو ديالنا يدير لينا لايك ويبارطاجي، واللي ما مشتركش يشترك ويفعل الجرس. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، والى اللقاء.